اهلا وسهلا بيك خطاري انت، اسال الرايح جاي. والله سالته. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من قناه الموصليه الفضائيه وحلقه جديده من برنامجكم برنامج خطارنا الليله. اكيد اليوم ضيفنا ضيف مميز ومحبوب من قبل الجمهور العراقي، اكيد له اعمال عديده وكثيره، مئات من المسلسلات وايضا اعمال مسرحيه وافلام كثيره، وبصراحه فنان شامل ومحبوب. اكيد اليوم التقي مع الفنان العراقي المحبوب والمميز والخلوق والبسيط والمتواضع، اكيد الفنان فلاح ابراهيم. اهلا وسهلا استاذ فلاح. اهلا وسهلا بك ومرحبا بك وبالموصليه الحبيبه، ويا رب ان شاء الله قريبا نزور الموصل ونلقاها عامره باهلها مثل ما كنا نروح. أهل الموصل أهل الكرم وأهل الطيبة. أمنياتي لجميع أصدقائي الفنانين بالموصل والجميع اللي ساكنين الموصل بالصحة والتمام والتقدم، ويا ربي تكون هاي السنة الجاية سنة 18 سنة بناء الإنسان وبناء المكان. الحقيقة أهل الموصل عانوا كثير، وآن الأوان أن يرتاحون وممكن يعيشون لحظات بها فرح وسعادة. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وسعيد بك أيضا. أكيد أنا أيضا سعيد بك أستاذ فلاح، أنت اسم كبير يعني، وتواضعك وبساطتك يعني إحنا بصراحة من كان اتصالنا وياك كنت رغم مشاويرك، وثاني شيء مبروك لكونك مدير إدارة المسارح في إدارة السينما والمسرح. بس دائما نقول مرات الإدارة أيضا يأخذ الفنان يبعد عن التمثيل. سؤالنا الاول راح يكون هذا. طبعا اشكرك، وهي قضيه ان تستلم اداره المسارح في هاي الظروف الصعبه. الظروف الصعبه صح، يعني والتقشف طبعا الظروف اللي يمر بها البلد وظروف التقشف مثل ما قلت لين. يعني انت تعرف الفن هو العمود الاساسي اللي به هو الانتاج والماده، لكن حاولنا مع طبعا تضافر جهود الفنانين معانا والإدارة كلها بشكل عام أن نقدم أعمال تليق بالإنسان العراقي وبالمسرح العراقي. نعم أستاذ فلاح، احنا أيضا يعني سبق أيضا سمعنا بأن أنت فكرت تعتزل. أنا معتزل حاليا. معتزل؟ أنا اعتزلت التمثيل والإخراج، اعتزلت احتجاجا مو بطلا له. لا صح. لأن صراحة يعني ما معقولة لمدة 4 سنوات ماكو عمل درامي عراقي. وانت تعرف حضرتك اغلب الفنانين العراقيين يعيشون يعني مردودهم المالي هو على ما يعني يقدموه لهم من ينتجون دراما. 4 سنوات الفنان العراقي يعيش حاله من الضيق المادي، بعدين حتى على مستوى الدائره يعني ما عندنا ذيك الامكانيات اللي ندعم بها الفنان يعني فنيا، الاساس الاول فنيا وبعدين الاساس الثاني ماديا. اعتقد على الحكومة العراقية وعلى صناع القرار بالعراق ينتبهون لهذه الحالة لأنها أصبحت حالة خطرة جدا. يعني لمدة 4 سنوات الفنان العراقي يعاني من ضيق مادي كبير. نعم أستاذ فلاح، يعني ما شاء الله أنت فنان شامل يعني خلال مجال عملك إخراج وتمثيل وسينغرافية. اليوم نتحدث عن الفنان فلاح إبراهيم، يعني كيف كان دخولك الى عالم الفن؟ صدفه او عن طريق صديق او شنو الموضوع؟ يعني احنا كنا في مدينه الثوره. نعم. يا قطع 57. نعم. كنا نمثل بالمدارس. انا كنت انا وزميلي قبل الابتدائيه متوسطه ابتدائيه انا وزميلي حسين علي صالح. نعم تحياتنا له. الله يسلمك. وزميلي نزار علوان. نعم. وزميلي كريم جمعه. كنا نمثل بالمدارس بالابتدائية وبعد مثلنا باتحاد الشباب. نعم. وصدفة انه الله يرحمه خضير الساري. نعم. المخرج العراقي شافني انا وحسين فدعانا الى فرقة اسمها فرقة مسرح الجماهير. نعم. سنة ال 78. نعم. فقدمنا اول عمل اسمه الموتى يرفضون الدفن. حلو. كنت اول عمل الي انا وحسين علي صالح، طبعا كان هذا بهذا العمل موجود علي داخل. حلو. موجود كريم شغيدل، الدكتور كريم شغيدل، موجود المرحوم كريم محي، رعد شوحي، حكيم جاسم. حلو. كثير من الفنانين، منير راضي، عماد محمد المخرج، كنا نمثل بهذا العمل.
وهذا العمل حقق نتائج. بيا صف كنت؟ أنا كنت يمكن صف أول متوسط. أول متوسط. إيه قدمنا هذا العمل بالحلة وحققنا الجائزة الأولى على مستوى العراق، وعلى أساسه رشحنا لتمثيل العراق في مهرجان المغرب. يعني كان الوالد يعني مهتم بيك مثلا في مجال، أنا دائما أهالينا القدماء ما يغلون الشخص. المشكلة أنت نعم. الدراسة نعم. إذا مسألة عارض وتأذي الدراسة أكيد يصير نعم. اعتراض، بس أنا الحمد لله يعني كان كنت مسيطر. أبويا و يعني أهلي كانوا متفهمين بالفن. أي نروح نتمرن، بس كنا نعاني إذا نتأخر بالليل صح. يعني يعتبرونا يعني تعرف إحنا يعني أطفال فيخافون علينا أن نرجع بالليل متأخرين نعم. لكن مرت مرت. أستاذ فلاح أيضا يعني بالابتدائي أيضا كان لك نشاطات بالابتدائي بتحية العلم؟ كنا لا لا مو بتاع كنت أنا كانت عندي ملكة هسه مع الأسف خسرتها ايه؟ كنت مقلد ممتاز. قلد أصوات بالمناسبة. قلد مؤيد البدري منهم؟ لا أقلد المعلمين معلمين. والمدير ايه؟ فكانت مثلا تصير مناسبات عيد المعلم صح. وعيد الطالب كنا نسوي حفلات يعني حلو. ونقدم هاي المسرحيات السكيتشات حلو. بعدين صارت انتقالة عندي من صرت فرقة مسرح الجماهير صارت انتقالة قلنا نعرف شنو مسرح وشنو منو يعني أكثر معلم بالابتدائي كان يشجعك؟ أنا كان بصراحة أكو اثنين أثروا علي، وبالابتدائية كان أستاذ سعيد، وبالمتوسطة أنا أعتبر هذا الأب الروحي اللي أستاذ كريم الشيخ الله يعطيه الصحة والعافية لحد الآن نلتقي، لأن هذا كان يعطيني كتب أقرأ. أول رواية قرأتها بحياتي هو طاني إياها، قال لي حتى تكون فنان مميز لازم تقرأ قراءات ممتازة، لأن يعني قراءات تسقل الفنان طبعاً. تسقل وعيه وتسقل تجربته. يعني من كنت بالبداية مثلا تقلد فنانين من يطلعوا بالتلفزيون مثلا؟ لا لا أقلد بس الأساتذة المعلمين نعم. فيعني كنا يعني كانت يعني مسألة هي موهبة بس رايحة للمجال المرح وتعرف في المدارس وهاي. لكن بعد ما اشتغلت مع فرقة مسرح الجماهير ورا سنتين طلعنا أنا وحسين علي صالح وكريم جمعة أسسنا فرقة مسرح إشتار تابع اتحاد النساء نعم. بعدها دخلت أكاديمية فنون الجميلة. يعني مو معهد فنون الجميلة كلية قبل؟ رأسا دخلت كلية فنون الجميلة. بالكلية اختلفت الأمور كلها، يعني بان أمامك المسرح الحقيقي طبعا. كوعي وكتجربة وكتمثيل، واستمرت الحمد لله. أساتذتنا بالكلية قدمونا للوسط الفني، يعني أنا مثلا بالكلية مثلت الغوريلا خارج دكتور عقيل مهدي للفرقة الوطنية حلو. للتمثيل، ومثلت مسرحية العاصفة مع الدكتور صلاح القصب، قدمت ثلاثة أعمال مع الفنان سامي عبد الحميد، قدمت عمل من إخراج بدر حسون فريد. فإحنا بالكلية صار لنا اسم، طبعا هذا ما تفقده الكلية الآن. إحنا كنا نعتمد على تجارب أساتذتنا صح. هي تقدمنا للوسط الفني العراقي. أنا هسه خلال كلامك يعني اهتمام كان قبل أفضل من هسه في كلية الفنون؟ لا يعني كان الجو أو منفتح أكثر؟ لا الجو العام كله إيه؟ صحيح نعم. يعني أنت هسه تعرف المعايير ضاعت، يعني هسه كثيرين يصعدون على المسرح ويمثلون أو ما يسمى مسرح، هم ما لهم علاقة صح. بالمسرح وبالفن، أكو معايير ضاع. يعني أنت يعني من خلال كلامك الفنان من خلال دراسة أو موهبة؟ لا لا شوف الأساس موهبة. موهبة لكن الدراسة تعلمك شلون ترتب موهبتك وشلون تحترم فنك صح. يعني أنت تحتاج أن تحترم فنك، تحترم المسرح حتى إنتاجك يكون محترم. أوكي. فالكلية ترتب يعني حتى ترتب أدائك، مستوى وعيك. وطيتك أسس يعني. طبعا. أوكي. أستاذ فلاح من دخلت كلية من جميلة، منو كان اللجنة بالاختبار؟ أنا عشت مأساة يلا انقبلت. أنت هو فن نفس الحالة. أنا كان اللجنة الأولى اللي اختبرتني الله يرحمه مرسل الزيدي. والله يرحمه دكتور عوني ودكتور عقيل مهدي وكان واحد طالب نعم. من اتحاد من شو. لما دخلت على اللجنة قالوا لي احنا نعتذر لان الاسماء العدد اللي نريده قبض. فأنا قلت لهم ما يخالف بس اختبروني. اختبروني فدكتور مرسل الله يرحمه ودكتور عوني ودكتور عقيل أصروا أن يأخذوني إلى كان رئيس القسم أستاذ بدر حسن فريد الله يعطيه الصحة والعافية. لما دخلت قال لهم إحنا مو خلاص أخذنا العدد الكافي. فقالوا له أستاذ إحنا جايبين لك هدية.
الله. انا كنت مقدم حوالي 10 اعمال، فجايب الفولدرات مالتها والصور، فقدموا له الفايل وقال لهم عفوه روحوا. لحد الان اتذكر اني بعد عنه 8 امتار وشايفه فنان معروف بدري بدري بعد اسمه، فقال لي شو اسمك؟ انا الصوت ما يطلع، هاي يبست. اي طبعا. قلت له فلاح، قال لي علي صوتك. قلت له فلاح ابراهيم، قال لي إيه؟ لازم تعلي صوتك. ما اقول لك لمده ساعه يختبر بي، لمده ساعه فضل باوه حيج. قال لي تعال، قال لي شوف هذا الملف مالك. قلت له إيه؟ قال هاي الفولدرات والصور تندل دجله. قلت له اندل. قال لي روح اشمرها بدجله. فقلت له ليش استاذ؟ قال لي انت راح تبدي من جديد، هاي تجربه هواة، احنا راح ندخلك الى عالم المسرح الحقيقي، هاي خليها لك خلفيه، بس من تدخل للكليه انسى انت عندك هاي الخلفيه حتى تتعلم. صراحه الكليه ما كانت تعلم بس تمثيل، تعلم خلق الله، تعلم كيف ان تجي للمسرح، كيف تجي للتمرين المسرحي، كيف تحترم زميلك الوقت، كيف تحترم فنك، كيف تحترم المشاهد اللي يجيك. لازم تكون بمستوى عالي من الاحترام حتى ما يقدم انت ما تقدمه للمشاهد يكون بنفس هذا المستوى من الاحترام، واكيد المشاهد من راح يحس منتجك محترم وانت محترم راح يتعامل وياك بشكل محترم. بعد ما يعني تحدث وياك بدي حسون فريد استاذنا الكبير، شنو كان شعورك؟ اني يعني بكيت، لان قال انت مقبول. الله. فطلعت كلامه حسسني بمسؤوليه كلش كبيره. هل حقيقه اني ممكن يعني عندي هاي القدره اللي قنعت بدري حسون فريد؟ هل ما قاله يعني واني يعني محظوظ؟ لان بصف الاول درسني استاذ بدري حسون فريد، استاذ ابراهيم جلال، استاذ سامي عبد الحميد، استاذ بهنام ميخائيل، واسماء مهمه وصلاح القصب، ويعني اسماء عظيمه يعني علمونا. بعدين كانوا اباء، يعني اباء بمعنى الكلمه. جعفر السعدي الله يرحمه، انا اعتقد اذا يعني ممكن واحد يعطي لقب هو ابو كل الفنانين العراقيين، لان مجرد تحس طاقه من المحبه والانسانيه تحكي وياك، مو انسان. تجي على امتثال الطائي درسك ازياء، مؤيد وهبي درسك مكياج، منير الحكيم لو طارق حسون فريد درسوك موسيقى. يعني كان الدرس مليان، تحس الدرس مليان، اكو خبرات كبيره. مو بس هذا، انت من كنت يعني شاب من تشوفهم من خلال مسلسل الذيب ونسر عيون مدينه. لا لا، يعني انت كنت بذاك الوقت بعد ما راح كليه فن جميل، بس شو بدي حسون فريد، جعفر سعدي. لا مو بس هاي، هم يعني كانوا ذوات عظيمه واساتذه عظام وفنانين محترمين. انا اعتقد اذا احنا بينا ميزات زينه فكلها ورثناها منهم. صح. احنا ورثنا منهم احترامهم لفنهم واحترامهم لنفسهم واحترامهم للتجربه اللي يقدموها، واعتقد هاي قضيه كلش مهمه نحتاجها هسه. اوكي، منو كانوا زملائك ايضا بكليه فن جميل دورتك؟ دورتي كثيرين، دورتي حكيم جاسم، غانم حميد، نعم، حاتم عوده، حسين علي صالح، هم هم جو وياك كملوا وياك طبعا، بيات حلو. مرعي، كريم جمعه، حق الشوق، حلو. كثير كثير اسماء كثيره كثيره يعني جميل. زملائك يعني في مدينه صدر كانوا وياكم كملوا مشوار وياك؟ جمال الشاطي كان بالكوت، كثيرين كانوا من البصره، كان جوال، يعني اسماء لامعه، يعني دوره مهمه جدا. طبعا احنا كنا من الدورات البارزه والمهمه بالاكاديميه. شنو كانت روحتك في نهايه ال... انا ممثل، انا يعني اختصاصي تمثيل، انا شاركت بكل اطاريح اصدقائي العمليه بس ما قدمت تروح. لا لا، انا كان عندنا درس يعني يسموه التطبيقات، كنا نقدم به مشاهد، المخرجين كانوا يقدمون اطروحات، لكن انا اغلب زملائي المخرجين كنت ممثل رئيسي باطروحات. نعم استاذ، ايضا يعني موضوع جدا مهم، يعني حسب معلوماتنا المخرج اجنبي نيك بروم، نيك بروم فروم، يعني اختارك من بين 50 ممثل عربي و وعراقي، كيف كان هذا يعني هذا الموقف بالنسبه لك؟ حقيقه مو شوف
في بعض الأحيان إحنا عندنا ثقافة بالعراق خاطئة، إحنا نعتبر الكاستنج يعني عيب بالعالم. براد بيت، كبار ممثلين يسوون كاستنج. كاستنج هو باحترام للممثل والمخرج، صح؟ لأن المخرج من حقه يشوف هل أنت تصلح، مو أنت تعرف تمثل ولا لا، هل أنت تصلح لهاي الشخصية ولا لا، من حقه. وبنفس الوقت أنت من حقك تنافس. لما دخلوا ذول الممثلين معايا بالاختبار كلهم ممثلين كبار لكن لا يصلحون للشخصية، طبعاً. يعني مو أنا أفضل منهم، لا، الشخصية كشكل أنا وك يعني جسم، هاي كنت أصلح واحد لتأدية الشخصية. وأعتقد هي هم يدخل بها جانب يعني الحظ وجانب يعني جانب القدر بها يدخل. شنو كان شعورك؟ سعيد طبعاً لأن تمثل فيلم عالمي، إنتاج بريطاني، مخرج بريطاني يشارك وياك ممثلين من أمريكا وبريطانيا ومن العراق. وين بدأ التصوير كان؟ هو هذا الفيلم صورناه بمدينة جرش بالأردن وبلندن. يعني فقط أنت العراقي؟ لا لا، كانوا ممثلين عراقيين معايا، دريد عباس يعني أبطال، بس كان معايا ممثلين أمريكان وبريطانيين، بس كانوا ممثلين أدوار بسيطة ممثلين عراقيين. أستاذ فلاح، راح نتواصل لكم بعد الفاصل، أكيد حديث الشيخ وياك أكيد راح يكون سؤالك بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدنا الأعزاء، أكيد متواصلين مع فنان المبدع المتألق المميز المحبوب الجميل فلاح إبراهيم، لكن بعد الفاصل. مشاهدنا الأعزاء، متواصل وياكم خلال برنامجكم خطارنا ليلة، أكيد ضيفنا الفنان المميز والمحبوب فلاح إبراهيم. أستاذ فلاح، أنت تحدثت عن من خلال حديثك عن الإخراج وعن التمثيل، يعني قلت المخرج اختار الشخص، بس احنا حاليا ما نشوف المخرج اختار الشخص، يعني هناك كل علاقات، يعني عندك علاقة المخرج اختارك، ما عندك علاقة ويا المخرج؟ لا لا، ما هاي كلام بيظلم. اوكي، يعني صارت علاقة جروب أيضا، أنت ويا الجروب أو ضد الجروب؟ على فكرة، فكرة الجروب مو غلط، لكن على أن تكون فكرة علمية. نعم. أنت من الطبيعي أن تختار ممثل تتفق وياه. نعم. بس هل هذا الممثل يصلح لهذه الشخصية؟ هو هذا الموضوع طبعا. في حال هنا انتفت العلمية، أنت من تختار ممثل يصلح حتى إذا كان ضمن جروبك من حقك. وهذا تاريخ يسجل. لا لا، أنا أقول لك على فكرة، أكو بعض الحالات، لكن بالصفة العامة ماكو واحد مخرج يفشل نفسه. يعني أنا فلاح إبراهيم عندي صوت واحد، شكل واحد، جسم واحد، أصلح لنوعيات من الأدوار، ما أصلح لكل الأدوار. يعني ما معقول هسه أمثل دور طالب جامعي، لو أمثل واحد النسوان يتكاتلن عليه. صح. صح. ياكم منطق. صح. شكل. يعني حكمك الشكل، أبعادك كلها تحكم. فالمخرج يعني اللي ميال بس للجروبات هذا مخرج فاشل. لأن أنت الأساس بالفن عام، أنه بالذات بالتمثيل، الاختيار الصحيح. ولذلك أنا أقول لك ليش فكرة الكاستنج، الكاستنج يعطي للمخرج أكثر من بديل. أما المخرج اللي متعود يشتغل ويا 10 ممثلين ويفصل الأدوار بس عليهم، أعتقد هذا فشل إله وفشل للممثلين بنفس الوقت. من المخرج اللي تحب دائما تتعامل وياه قريب لك؟ كثيرين كثيرين. أي مثلا قريب؟ يعني بالتلفزيون أحب أتعامل مع يعني عزام صالح، أتعامل مع أركان جهاد، فارس طعمة، جمال عبد الجاسم. جمال أكثر مخرج أنا مشتغل وياه، يعني مقدم وياه أكثر من 30 مسلسل من إخراج جمال عبد الجاسم. من المخرج الهادي تشوفه دائما؟ يعني جمال عبد الجاسم. صح، أبو عبد الله. جمال ميزة ممتازة عنده، إنه هادئ ويحضر ويعرف شغله. وطبعا أكون مخرجين بالمسرح، يعني أنا حاليا ميال دائما إلى أن أشتغل تجاربي مع المخرجين الشباب. صح. لأن بصراحة تحب تشجع الشباب؟ خلينا نقول لا، مو تشجيع. لا، أنا محتاجهم، مو محتاجين حتى تتواصل أكثر ويا الجمهور. لا لا، الشاب عنده وجهة نظر حديثة، عنده أفكار جديدة. أنا دائما من نلتقي مع مخرجين قدماء، إحنا واحد حافظ الآخر. صح. لكن المخرج الشاب الجديد هو نفس جديد عليك. نعم. ونفس جديد بالمسرح. ولذلك أنا آخر عملين قدمتهم مع مخرجين شابين وكان الحمد لله أعمال ممتازة. شنو الأعمال؟ يا رب مع مصطفى الركابي، وقدمت عمل فياغرا مع صلاح منسي. نعم.
استاذ ايضا خلينا نتحدث يعني اهم الاعمال قدمتها في التلفزيون، خلينا نقول المسلسلات. انا عندي يعني الحمد لله اعمال كثيره، ولكن تعرف باقي اكو اعمال يعني انا عندي مثلا حكايه المدن الثلاثه اخراج فارس محمد شكري جميل، مشروع جميل كان مشاركني بيها عبد القادر الحلبي من الموصل، تحيه له من الموصل. عندي يعني اعمال كثيره، عندي اعمال اشترك بيها معايا الفنان المرحوم الانسان الجميل الراقي يوسف سواس. يوسف سواس عندي اعمال مسرح كان يشاركني بيها صديقي بيات مرعي. انا طبعا احييهم واتمنى انه يعني باقرب فرصه اشاهد عمل يعني لعبد القادر او بيات. اتمنى يعيدون يعني المسرح الموصلي اللي احنا كنا تاثرنا كبار اساتذه به، اتمنى لهم انه يعني يتجاوزون هاي الامور اللي مرت ويقدمون اعمال تليق بالفنان الموصلي والمسرح. نعم استاذ، دائما هو الفنان المحافظات بعيد عن الاضواء، يعني مرات يعني هم الفنانين في محافظات يقول دائما الاضواء على فقط على بغداد. انت ويا هذا الموضوع؟ نعم هاي حقيقه هاي البلد. هناك فنانين في محافظات يعني فنانين يعني مو حقيقه هاي البلدان يعني ما بيها بناء فني ممتاز. هاي حقيقه انه دائما التركيز على العاصمه وكل شيء بالعاصمه. طبعا هو هذا مو صحيح، لان انت ما تلقاي بالدول المتطوره يعني كل شيء بالعاصمه. هسه احنا كره القدم الا تجي العاصمه، صح التمثيل اذا تجي تغني. يعني تشوف هذا خطا؟ طبعا خطا كبير. حلو. خطا كلش كبير، لان انت يعني عندك اسماء وتجارب مهمه بدك تخسرها، لان انت لان هم مو بالمحافظه. صح. يعني خلينا نقول ايضا المرحوم هاني هذا الف رحمه على روحه من الموصل، يعني كان بالموصل من جهه بغداد سوى ضجه من خلال عمل اخو هاني من الممثلين الرائعين والمخرجين الرائعين، وهاني إلي الشرف أن مثلت مسرحية من إخراجه هي ألف أمنية أمنية، قدمت على مسرح الرشيد وعلى المسرح الوطني. نعم. كان عمل مميز تأليف فلاح شاكر. أيضا عملت مع المخرج المصلاوي أيضا محسن العلي. نعم محسن اشتغلت فيها عمل جنة تفتح أبوابها، ومحسن يعني من المخرجين اللي قدموا أعمال شعبية يعني كانت يعني بوقتها كنا نعترض عليها، بس اعتقد هي هسه يعني تعتبر يعني بصراحه من الاعمال الجيده جدا. نعم. انت كونك مدير مسارح كيف تشوف المسارح الان؟ يعني كان قبل اكو رقابه، هسه اشوف ماكو رقابه. لا الرقابه راح ترجع. راح ترجع ان شاء الله؟ طبعا. اليوم انا كنت في اجتماع لتاسيس لجنه مشاهده مسؤوله عن كل التجارب المسرحيه بالعراق، والاهم راح تعاد الفرق الاهليه. حلو. هاي الفرق من راح ترجع؟ لان يعني بعد ما من حق اي مسرح يقدم عمل اذا الا عندما عنده اجازه، والفرقه راح تكون مسؤوله امام الدوله وامام ضميرها بتقديم هاي الاعمال. يعني من خلال كلامك جميل اليوم اكيد هاي فرحه حلوه. اكيد اكيد ترجع ايضا راح يجي مسار محافظات العراقيه؟ اكيد كل الفرق الاهليه العراقيه راح تعاد ويعاد لها الدعم. استاذ فلاح ايضا يعني حسب معلومات عندك ما شاء الله افلام عديده، منهم افلام القرار يمكن ويا جمال عبد الجاسم، وايضا الارجوان، وايضا معركه حديثه اللي ذكرنا. نتحدث تجربتك في من خلال افلام سينمائيه. انا عندي ثلاثه افلام عالميه ما شاء الله، عندي فيلم ايطالي وفيلم بريطاني وفيلم امريكي. حلو. وعندي افلام داخل العراق، ولكن افلام السكرين. سكرين يعني قبل كان ما عندي تجربه. صح. سينمائيه عراقيه، لكن تجاربي السينمائيه كلها كانت عالميه. نعم. ويعني انا محظوظ والصدفه خدمتني انه قدمت حتى مسرحيات عالميه، منها حكايه جندي عرضت على مسرح الاولدريك ثياتر في لندن. نعم. وعندي مسرحيه الف ليله وليله اللي قدمت باكثر من عاصمه عالميه، هم انتاج واخراج بريطاني. عندي تجارب عراقيه اعتز واتشرف فيها مع مخرجين كبار عراقيين على مستوى المسرح. عندي تجارب مهمه بالدراما العراقيه على يعني مع مخرجين كبار. انا محظوظ لان يعني جيت بوقت كان يعني يعني الزمن سمح لي اقدم اعمال تكون بالسي في مالتي، وتكون شرف لي انه اشتركت بهكذا اعمال بها قيمه
فنية وبها قيمة إنسانية وبها احترام كبير للإنسان العراقي. نعم أستاذ فلاح، يعني سبق هناك من خلال المسارح نهاية الثمانينات التسعينات كان هناك مسارح في محافظات تتجول، يعني نعم. يعني تبقى سنة ست أشهر أكثر نعم. أكثر خلينا نتحدث أهم الأعمال المسرحية فلاح إبراهيم في محافظات العراقية. أنا بصراحة ما اشتغلت هاي الأعمال اللي يعني أنا دائما ميال أن أقدم أعمال جادة. جادة. لكن قدمت يعني كثير من يعني ماكو أغلب محافظات العراق كنا نروح نقدم بها أعمال. أعمال جادة. طبعا وكانت أكو مهرجانات وأني يعني إن شاء الله على السنة القادمة يعني يعني أطمئن كل أصدقاء الفنانين بكل محافظات العراق. حلو. الدائرة راح تقيم مهرجان خاص بالمسرح العراقي. حلو. وراح تشارك به كل محافظات العراق. احنا نريد نعيد هذا النشاط، يعني مثل ما قلت احنا ما نريد تبقى ببغداد هي المحور. حلو. راح ندعو جميع المحافظات ان تقدم اعمال في بغداد. حلو. وممكن العمل يقدم في اكثر من مسرح في بغداد. جميل جدا. يعني راح نعمل مهرجان، وحتى بعد المهرجان راح يصير مثل ريبتوار، يعني مثلا فرقة الموصل نستضيفها اسبوع، فرقة ذيقار اسبوع، فرقة البصرة. اكيد هذا دعم المحافظات. حلو جميل. لا لا هو دعم للفن العراقي. صح. صراحة يعني اكو بعض المحافظات بسبب الظروف السياسية واللي مرت عليها يعني هي انغبنت بصراحة، يعني عطلت. فاحنا بهاي المهرجانات نحاول نعيدها ونعيد التجربة المسرحية بها. أستاذ فلاح تشوف أعدائك بوضوح؟ نعم؟ أعدائك تشوفهم بوضوح؟ ما عندي أعداء. ما عندي. متأكد؟ حتى إذا كانوا موجودين فأنا ما أعتبرهم ما موجودين. أوكي ما موجودين. تدري ليش؟ لأن أنت دائما من تخلي أعداء ببالك ما راح تنجح. راح يعرقلوك، دائما افترض الخير، وإذا صح حقيقة واحد أمامك عدو، يعني أنت قادر على رد عدو. أستاذ فلاح بصراحة سؤال لك، يعني بصراحة نتحدث قصتك في الفنانة المحبوبة والمميزة ميلاد سري. ميلاد من أقرب الناس إلي، وميلاد صديقي مو صديقتي. ميلاد تقدر تعتمد عليها بهواي أشياء، وعندها مواقف إنسانية. صح. طبعاً أنا ما أريد أقولها لأن هي ما ترضى. ساعدت كثير ناس وفنانة صاعدة وملتزمة، وحالياً عندها تجارب مهمة، أتمنى لها التوفيق إن شاء الله. نعم. ايضا دور يعني مو لك زملائك، تمنيت انت تقدم هذا الدور. والله يعني على مستوى المسرح، مسرح انت قريب على المسرح. انا بالمسرح اتمنى امثل ملك لير صراحه، بس ما مثلت هذا الدور. لا هذا اذا امثله يعني اكون سعيد جدا. حلو. وبالتلفزيون احتاج امثل شخصيه مقنعه، يعني شخصيه مكتوبه صح، شخصيه يعني شلون الاعمال اللي يقدمها يحيى الفخراني. حلو. يعني مثلا انا شفت له كذا مسلسل مكتوبه صح انسانيا مشاعر. اتمنى يعني انت متاثر بالفنان يحيى الفخراني خلينا نقول؟ لا انا ما متاثر بحد، بس بادواره؟ احب ادواره واحب طريقه ادائه. يعني من ممثل عراقي يعني تاثرت ببدايه مشوارك؟ والله اتمنى امتلك يعني جزء من طاقه الفنان الكبير خليل شوقي الله يرحمه. نعم. الفنان الكبير سليم البصري، يعني عندنا فنانين كبار، يعني اتمنى اكون عندي جزء من ملكتهم وادائهم العظيم. نعم. شعورك ايضا من كان لك يعني من خلال مسرحيه غوريلا يمكن افضل ممثل. نعم. وايضا ايضا هناك حصلت جوائز عديده. نعم. من ينادون او مثلا يتصلون بك انت حصلت افضل جائزه او افضل ممثل، شنو شعورك بهذا؟ سعاده طبعا. لا شوف انت اعظم شيء تحسه بحياتك ثمره اكو من يقيمك. صح. ويقيمك صح. انا مسرحيه الغوريلا اعتبرها لها فضل كبير علي، لان قدمتني للمسرح العراقي، ومن خلالها قدمت اعمال وبديت يتعاملون وياي بشكل ممتاز، وبدا يعني من بعد الغوريلا بداوا يتعاملون وياي على اساس انني ممثل محترف. نعم. من مثلت مسلسل سامكو. نعم. شنو كان راي الناس؟ والله كثيرين كانوا زعلانين علي، لان يعني شخصيه قاسيه، مدير امن بغداد، كنت تعرف يعني هذا نوع من النجاح ان الناس. صح.
تنسى انك فنان، تتعامل وياك على انه انت ضابط بالامن وقاسي. وكانوا كثيرين زعلانين قالوا احنا ما نحب نشوفك ب يعني بهيك قسوه، ولكن هو الدور كان طبعا يطلع. من تفتر في مناطق بغداد ومحافظه شي نادوك باسم اكثر شيء شلش شلش اي بيت الطين. وتعرف هاي المسلسل حقق حضور عند الناس، حقق حضور لبساطته وطيبته، والناس محتاجه ان تخاطبها ببساطه. يعني المسلسل اللي اثر بالناس هو اللي يعني يتفاعل مع مشاعرهم. قمولك ابويا شلش هسه انت دفع اسكت يا عمي حمي دي اذا حكوا يعملك كسر عمي لا تحكي ولك يروح يخسر لنا هاي الدار مش حلو 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 يا عمي حمي ما يغني بس يغني قلت لك لا اسكت اسكت ما دا يلا دا طالع عود انا غني دا يلا دا يلا عفي عفي دا يلا دا يلا دقنا دقنا ولا خشوط القاع سوداء دا يلا 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 صفالي بكيت وصب دمعيني. لا تقولي لا تقولي لا تقولي لا تقولي انا لغني خايب شلشني القضيه. خلينا نقول عمران تميمي. عمران استاذ عمران تميمي له فضل عليك؟ هي كلمه فضل او كل فضل يعني له مثلا موقف وياك؟ ماكو شوف لا هو ماكو فضل لفنان على فنان. اوكي ولا اكو فضل مواقف لا بس عمران عنده طريقه ممتازه صح. بالاختيار الصحيح وهو يعرف نبض حتى المسرحيات اللي كتبها كانت مميزه ان هو يعرف نبض الشارع العراقي. نعم نعم استاذ ايضا نتحدث عن من خلال اعمالك الحلوه ايضا من مخرج اختارك شخصيه ايضا من تقرا النص ايضا تعمل فيه تغييرات خلينا نقول اكيد اكيد انت دائما الشخصيه مكتوبه بيها جزء منك بس انت شلون تجيب الشخصيه كلها لك صح. انا اعتقد هذا شغل الممثل مع المخرج يعني شلون انا احول هاي الشخصيه من ورق الى حياه وحياتها اقربها لحياتي حتى تكون مؤثره. موقف طريف مر خلال اعمالك المسرحيه او مسلسلات هو اكثر شيء يعني هاي مواقف الاكل وال يعني النسيان فكثير تصير يعني من اللحظات اللي دائما اكو يعني اكو بعض الممثلين انا ما اقاومهم يعني مجرد يصير قبالي لازم اضحك واني من النوع اللي اضحك هوايه. منو اكثر ممثل يضحكك عراقي؟ قاسم السيد. قاسم السيد عربيا؟ عربيا احمد حلمي. احمد حلمي نعم. مو عادل امام؟ الان ما يضحكني لا عادل امام ولا سمير غانم. حلو. ما يضحكون. نعم. يضحكني احمد حلمي، يضحكني وحي سيف الله يرحمه. نعم. سيد زيان. نعم. اي. يا اغنيه من تسمع تتاثر بي؟ انا كثير اغاني احبها بصراحه، انا احب الاغنيه اللي يعني تمسني ولذلك ماكو يا اغنيه مسك؟ كثير مثلا ماكو مثلا انت من تروح خارج العراق ما تسمع الاغنيه تتاثر بس ترجع. لا ما عندي هاي مال يا طيور الطائره لاني انا الاغنيه تعني لي انسانيا ما تعني لي وطني وهاي يعني الاغنيه جزء اغنيه بسيطه عن تحدث عن حاله حب يعني. من المطرب معجب صوته؟ كل المطربين احب اغانيهم ما احب مطرب، احب اغنيه عند كاظم، احب اغنيه عند شيرين، احب اغنيه الاغنيه دائما الاغنيه هي تثيرني مو المطرب، لان ما معقول اقابل كل اللي يغني المطرب هو ممتاز. يعني من خلال حديثك استاذ اجوبتك انت الدبلوماسي يعني لا مو دبلوماسي، انا تعجبني كذا اغنيه لكاظم بس مو كل اغانيه. نعم. تعجبني كذا اغنيه شيرين بس مو كل اغانيه. تغني ويا نفسك مرات؟ اوه ومصدق واغني
اوكي. اطفالك خلينا نقول اولادك ايضا ممثل تحب يكون ممثلين؟ لا كان واحد منهم بدا وبعدين غير. يعني انت مو ويل؟ لا لا انا لا وياه ولا ضده، هو اختياره. اذا اختار فانا وياه، ما يختار انا هم. بس هناك كثير من الدول يعني مختاروك انت تكون يومهم وتبقى في دول، بس انت رفضت، شنو السبب؟ لا انا ما رفضت، انا يعني عمري ما يسمح لي بعد اعيش برا. صح. وانا لو كنت مثلا بالعشرينات لا كان ممكن اقدر اعيش. حلو. عمري وتجربتي وحياتي، وبعدين شو اسوي برا؟ انا هنا اقدر امثل واشوفك واشوف زملائي واشتغل. حب. اعتقد هذا يعني هذا حنين، حب وفاء الوطن. حياة. صح. لازم تحافظ على الحياه. حلو. مشاهدينا الاعزاء اكيد متواصلين معكم خلال برنامجكم خطرنا ليله مع الفنان فلاح ابراهيم، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الاعزاء مستمرين معكم خلال برنامجكم خطرنا ليله، ضيفنا الفنان المحبوب فلاح ابراهيم. استاذ فلاح، ايضا خلينا نتحدث عن مدينه الموصل، ذكرياتك في مدينه الموصل. يعني شفناك تحب الموصل، شنو الموضوع مال الموصل؟ أكيد. أنا كنت سنوياً أروح 6-7 مرات. أنا تربطني علاقة ممتازة بعائلة مدينة الزهور، أحب سرج خانة، أحب غابات الموصل، الدواسة، أحب أكل الموصل بصراحة. يعني كنا نروح بشارع الدواسة، واحد يسوي لفات قوزي وياها سوب. أحب يعني بالذات الصبح، يعني طريقة كنا ننام على السطح ويجيبون حلو ريوب اللبن، اللبن مال الموصل، الموصل مال العربي، والخبز اللي يمكن كنا بيه بهارات. احب يعني بصراحه طبيعه تربيه اهل الموصل. ولذلك دائما انت تحس يعني شباب الموصل دائما ناجحين، لان خيره اطبائنا هم من الموصل، طيارين من الموصل، مهندسين من الموصل. طبيعه تكوينهم يعني البيت نظيف، الاكل نظيف. هم انا يعني بصراحه اعتبر الموصل من المدن المتحضره العراقيه، وانا اكيد يعني رغم كل هذا اللي مر انا متاكد هم قادرين على ان يرجعون احسن من قبل بكثير وبكثير وبكثير. وايضا المسرح بدا بالموصل. اكيد باول عمل عراقي بكنيسه بالموصل. وانا اعتقد اكو بعض الاسماء بالموصل إذا يعني أصرت وكانت عندها القدرة أن تعيد للمسرح الموصلي مكانته، أنا متأكد راح يكونون قادرين على أن يعيدون هاي المكان. يعني ما أديت أدوار مثلا مسلسلات أو مثلا مسرحيات في الموصل، خلينا نقول بس زيارات؟ لا صعب. يعني يعني أنا دائما أشاقة ويا سمر محمد صديقتي الغالية، دائما يعني أشاقة وياها. بس انا اذا واحد يقول لي مثل بالموصل لي ما اعرف صراحه، لان يعني بفونيتك خاص. صح. وكنت دائما امزح مع الله يرحمه يوسف سواد. يوسف سواد ما استفادت كلمات منه؟ لا لا كنت استفادت من عبد القادر. عبد القادر الحلبي. بالمدن الثلاثه بصراحه يعني انا سعيد بتجربتي مع عبد القادر، وانا اعتبره من الممثلين اللي انغبنوا. يعني هو لو باقي في بغداد كان اعتقد يكون له مكانه كبيره كممثل عراقي. هو يعني الاستاذ بيات محمد مرعي بقى وياك 4 سنوات بالكليه. نعم نعم. يعني ما استفادت منه كل شيء؟ لا لا، بيات ممثل ممتاز، بيات ممثل ممتاز وزميل ممتاز وانسان ممتاز. شوفوا دائما يعني يحكم تجربتك مع اي انسان. قضيتين، قضيه الانسانيه والقضيه الفنيه وقضيه العمل. أنا أعتقد تجربتي كانت مميزة، ودائما ذكرياتي يعني ممتازة مع كل اللي عملت معهم اللي هم أساسا من الموصل. أيضا تسمع إلى أغاني مصلاوية؟ والله يعني كم أغنية. أما بصراحة يعني هو أكو عندنا يعني هاي المشكلة لازم تنتبه لها. يعني لازم، ولا تنسى ترى يعني الغناء الموصلي غناء يعني غناء عميق. ملا عثمان الموصلي بعد يعني هو الان بدا الفن، هو يعني التجربه الغناء الموصلي قربه للتجربه التركيه بالمقامات، يعني يعطي نكهه خاصه. كذلك الغناء البغدادي مو الجنوبي تحسه قريب للمقامات التركيه والغناء التركي.
هم تسمع كم يردلي او تحبون الله وعائله اسم العائل طبعا ويا سماق دخلي لكم تحبون الله ولا تقولون سعاد وما ماتي توي دلال سعاد وما ماتي انا امنيتي يعني انا ازور الموصل قريبا وان شاء الله يعني تحقق هاي الامنيه امنيتي ازورها اشوف عمل مسرحي قريبا جدا وادعو كل اصدقائي بالموصل اني يعني يبدون بتقديم عمل مسرحي يليق بمدينة الموصل وبأسمائهم المهمة. أوكي. غازي فيصل المخرج نعم. غازي فيصل صديقك نعم. وزميلك ومن الناس المحترمين جدا والناس اللي يحترمون فنهم ويحترمون نفسهم من خلالكم أوجه له تحية. أيضا كان لك أعمال ويا مثلا؟ لا ما عندي مع الأسف مع الأسف. فرقة ملكو؟ ما أنا شوف قلت لك ما يعني يعني عملي في بغداد ما اعطاني فرصه ان اقدم اعمال ما كنت تتابع جريده مرابين فرقه ملكو المذيعه طبعا كنت ايضا تتابع المقاطع التمثيليه حسن فاشل نجم الدين اتذكرها كانت لها اصلا كانت ببغداد تنشاف اكثر من صح صحيح. نعم ايضا يعني احنا من خلال ايضا كلامك يعني الفنانين اللي ذكرتهم من الموصل اليوم احنا اليوم لابد يكون ايضا من خلال دائره السينما مسرح ايضا تواصل مع الفنانين من الموصل بعد عوده هل هناك مثلا قريبا يكون دائره السينما والمسرح او حضرتك يعني مثلا عمل في مدينه الموصل مثلا خلينا نقول ليش لا اذا عندهم عمل خلي يقدمون لنا واتمنى او انتم تقدموا مثلا في الموصل ما عندنا مانع اذا قالوا عندنا مكان ممكن نعرض به نتشرف نعم يعني هاي دعوه على يعني محافظه الموصل خلي تقدم لنا دعوه نقدم حلو. عمل مسرحي للكبار والأطفال. نعم. أكيد هو مدينة مصر كمدينة الفن، مدينة التاريخ، أكيد. مدينة الحضارة. أكيد. نعم. أستاذ أيضا يعني كيف تنظر إلى شو تحب تقول للشباب الفنانين يعني أنت كونك ما شاء الله رائد من رواد الفن العراقي. والله شوف الفنان الحقيقي الشاب عليه أن يثابر ويستمر ويؤمن بنفسه وكل الأشياء تجي بالمستقبل. نعم. نعم. ايضا اليوم تحدث عن هم المهرجانات شاركتها في مشوار قرطاج مهرجان قاهره نتحدث عن مهرجانات اللي شاركتها والحصلت الجوائز بها المهرجانات هي اهميتها ان تقدم تجربتك وتشوف تجارب الاخرين نعم والجوائز هي يعني مسؤوليه جوائز مسؤوليه انا شاركت بكثير من المهرجانات ولي الحظ ولي الشرف ان قدمت المسرح العراقي باكثر من مناسبه اعتقد حاليا المهرجانات تمر بمرحله صعبه كل المهرجانات العربيه والمسرح بصفه عامه بالعالم يمر بمرحله صعبه لهجوم التكنولوجيا العظيمه اللي رافقت السينما والدراما صار يعني فرق شاسع بين المسرح وبين السينما والتلفزيون اوكي ايضا انت يمكن مصمم سينغرافيه مو نعم اشتغل سينغرافيا سينغرافيا اعمالي واعمال بعض الزملاء يعني اللي هي فن الديكور والاضاءه اوكي يعني ايضا هذا اضافه لعملك انت يمكن من انا اي شيء بالمسرح احبه بس ما كتبت نعم اي شيء بالمسرح سويته ما عدا الكتابه لان ما امتلك هاي الموهبه حلو يعني تحب المسرح هوايه اي بصفه عامه شنو السبب؟ حبي الاوان ربيت يعني حياتي كلها مسرح يعني خلينا نقول في اليوم يمكن راح نسمع مثلا مسرح فلاح ابراهيم لا ماكو بس قول يعني اي تجربه مسرحيه اللي اتمنى اشارك بها والي الشرف استاذ فلاح انت عندك ما شاء الله يعني وفاء لاصدقائك ذكرت اسماء هواي يعني بصراحه انا خلينا نشوف فنان نذكر فنانين يعني انت ذكرت من خضير الله يرحمه خضير ساري شنو هذا الوفاء اللي عندك يعني؟ هل هذا حق؟ هذا حق عليك ان تؤديه مثل ما انت تتمنى اصدقائك يذكروك عليك ان تذكره واكو ناس لها فضل عليك بحياتك لازم تذكره هاي حقيقه هاي ما لزغر الانسان ولا ضعفه بالعكس الانسان يعطي قيمه للاخرين يعني معناه انه يحترم نفسه ويحترم الاخرين هم ايضا لعبت كره قدم كره شعبيه من اصدقائك من اللاعبين الله يرحمه ناطق هاشم ناطق كريم صدام نفس القطاع شاكر محمود لا بس احنا ولد مدينه نعم يعني مارست الرياضه طبعا شنو كنت تلعب؟
العب مدافع. شوفني سميني لازم العب مدافع. بس قصدك بس قصص نشوفك ضعفت. شنو مسوي رجيم؟ والله ما العمر وعشا ماكو فضعفنا. نعم استاذ فلاح، احنا بصراحه احنا اليوم سعداء جدا نلتقي وياك. يعني اليوم اكيد انت فنان من فنان العراقيين المميزين. ايضا شنو امنياتك اللي ما تحققت لحد الان؟ بعد اكو امنيات، بعد اكو هناك اكيد واحنا ايش حققنا يعني بعد؟ اكيد شوف الانسان طالما هو على قيد الحياه عليه ان يحلم وعليه ان يتمنى. الحلم هو استمرار للحياه، ولازم عندك امنيات لحد اخر لحظه بحياتك تسعى لتحقيقها. نعم. ضج من النقد؟ لا طبعا. حسب الله يحيى ما كتب عليك؟ كتب علي وصارت مشاكل انا وياه، وهسه من اقرب اصدقائي. انا التقيت فيه قبل فتره هم نفس البرنامج، هو ذكر. من اقرب اصدقائي. قال هو ناس يعني يزعلون مني. اي من اقرب اصدقائي واستاذي واتشرف انه هو صديقي. نعم. حلو النقد. اكيد. في بعض الاحيان يعني تاخذك العزه بالنفس، وفي بعض الاحيان النقد يكون يعني ما يوازي تعبك فيسبب لك اشكال. نعم. تختار ملابسك انت او تستشير احد اصدقائك؟ لا بس ابني يشتري لي ملابسي مرات. ابنك مرات؟ ابني المنتظر مرتضى. خليك مرتضى ان شاء الله. انا اليوم انت يعني بصراحه يعني ان شاء الله انت بدايه الحلقه قلت متفائلين بالمسرح، ان شاء الله تعود المسرح. راح اكون لجان من خلال المسارح هسه نشوفه. يعني بصراحه اكو اعمال يعني غير لائقه. كنت وياي مو استاذ؟ الله اللجنه القادمه راح تعيد للمسرح العراقي ان شاء الله. شنو اعمالك القادمه؟ ما عندي، قلت لك انا معتزل. معتزل بس تستقبل؟ انا هسه اداريا اشتغل بس. اداريا يعني راح اظل معتزل الى ان يصير حل ان شاء الله. اكو ان شاء الله بس ان شاء الله احنا نشوفك بالموصل ان شاء الله. اتشرف اتشرف. احنا بصراحه اليوم سعداء جدا نلتقي وياك. شو تحب ايضا تقول من خلال برنامجنا اليوم الى جمهورك عامه والى اهل الموصل خاصه؟ اقول لهم يا رب سنه 18 تكون سنه امان وخير علينا كلنا، وبالذات اتمنى ازور الموصل واشوف مسرحيه بيها واشوف اصدقائي واكل اكل الموصل واحسهم سعداء وفرحانين. يا ربي الامان 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 لكل العراق ولمدينه الموصل. احنا اكيد ايضا سعداء. احنا ايضا قبل ما اختم برنامج كل فنان كلمه واحده. عبد القادر الحلبي ممثل ممتاز. بيات محمد مرعي ممثل باحث. يوسف سواس ألف رحمة على روحه، كان يعني مهووس فن. تحبه هواي أنت مبين. أحبه، يعني إنسان نقي ونظيف. غازي فيصل صديقي وأستاذي، وإن شاء الله إن شاء الله نشتغل سوا. شفاء العمري يعني ما عندي حظ ما تعاوننا أنا وياه. ميلاد سري صديقي العزيز. جمال عبد الجاسم إلى فضل كبير علي كممثل بالتلفزيون. خضير الساري إلى فضل علي وقدمني للمسرح. بدي حسون فريد أستاذي وأبويا وعلم من أعلام العراق. جعفر السعدي أب عظيم. فلاح إبراهيم حالم. عالم؟ حالم حالم حالم. احنا جدا سعداء اليوم. أكيد أنا مرة ثانية باسم أهالي الموصل أولا وقناة الموصلية نشكرك جزيل شكر. إن شاء الله نشوفك قريب في الموصل على مسارح الموصل، قاعة الربيع، ابن الأثير، نفطر في غابات، ناكل الباشا والدولما. إن شاء الله. إن شاء الله. ونسملك يعني أنت ما بس عشاء تقول ما تعشى. أنا ما أتعشى، ناكل الظهر. يلا ناكل الظهر. إن شاء الله. شكرا لك أستاذنا العزيز الفنان المحبوب والشامل المميز فلاح إبراهيم على هذا اللقاء الجميل. حبيبي تسلم. إن شاء الله. أنت قريبة بالموصل إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء أكيد بصراحة حديث كان شيق وجميل مع فنان العراقي المميز المحبوب الأستاذ فلاح إبراهيم. انتظر في حلقات قادمة مع نجوم آخرين. كانوا وياكم في إعداد تقديم أنا جاسم حيدر. نقول لكم إلى اللقاء، مع السلامة.